السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات المشاهدون في عدد آخر من برنامج ستوديو سبور. ستوديو سبور الذي ينقل نتائج البطولة الوطنية لكرة القدم. اليوم سأنقل لكم نتائج البطولة الوطنية المغربية لكرة القدم للدورة 12 لليوم 12 يناير 2020. نعم، سأنقل لكم اليوم نتائج البطولة المغربية لكرة القدم للدورة 12. نعم، نادي سريع واتزون الفتح الرياضي 0-0، الجيش الملكي يوسفية برشيد 0-1. نعم أيها النظار الكرام، سأعيد قراءة هذه النتائج أو سرد هذه النتائج. نتائج الدورة 12 للبطولة الوطنية المغربية: نادي سريع واتزون الفتح الرياضي 0-0، الجيش الملكي يوسفية برشيد 0-1. نعم أيها السيدات والسادة، كانت هذه نتائج البطولة الوطنية المغربية لكرة القدم لليوم 12 يناير 2020. أشكركم على تتبعكم، ألقاكم في عدد آخر إن شاء الله من حلقات ستوديو سبور. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم هذه النتائج وهذه البرامج باللايك. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.